شمس قمر ونجوم وكواكب ماشيين زي صفوف ومواكب وأرضنا ماشية وليها نظامها واحنا بأفعالنا بنظلمها. عاوزين تجمعوا 2 مليون جنيه تبرعات في اسبوعين؟ لا 2.5 يا عم منصور. انا شايفه ان الامور هتكون سهله لو قدرنا نخلي الموضوع قضيه راي عام. عندنا مشكله تانية، التبرعات لازم ينظمها جمعيه مشهره، والا كانت الناس كلها عاشت في فوضى وجمعت تبرعات لاغراض محدش يعرف عنها حاجه. عم سعيد صاحب محل الهدايا قال لي مره انه شغال في جمعيه خيريه بتجمع تبرعات وملابس مستعمله للفقراء. هايل كده، أول مشكلة اتحلت، بقى إننا نبدأ الشغل على السوشيال ميديا. وكمان لازم ننزل الشارع ونتكلم مع الناس، نسبة كبيرة من أهلنا مش متفاعلين مع السوشيال ميديا. إحنا ممكن نطبع فلايرز ونوزعها في كل مكان ونتكلم مع الناس في الشوارع. وأنا هكلم أصدقائي من الصحفيين يكتبوا موضوعات عن الملجأ. هبدأ أعمل صفحة للملجأ على الفيسبوك، وهعمل كمان إيفنت ينتهي بعد أسبوعين من دلوقتي، إيفنت بهدف جمع 2.5 مليون جنيه. متأكد إن الدرع اللي بتصنعه ده هيحميني من الطاقة السلبية؟ نظرياً متأكد، لكن التجربة بس هي اللي هتوضح النتيجة. اتفضلي يا فرحة وقفي هنا. ما تخافيش، رامي عارف يعمل إيه كويس. حددت موقعك، في دفعة أشعة فوتونية هتغلفك وهتحميكي من أي خطر، وهنبدأ بعد 5 ثواني. 4 3 2 1. ايوه كده، شكلها بقت قويه اكتر. اكيد، حتى شوفوا ايه ده، انت بتطيري؟ ايوه بطير وبغني واعزف الحان كتيره. طيب كفايه الوقت اللي ضاع، عاوزين نشوف قضيه الملجا. نسيت اقول لكم اني شغاله على تصميم للحمله اللي قال لي عليها نور. ايه رايكم؟ تحفه يا فرحه، جميل خالص. ودلوقتي عايزين ننزل الشارع ونوزع الفلايرز ونتكلم مع الناس. مين مستعد يجي معايا؟ انا. وانا. يلا بينا. الاقبال مش كفايه. عندك حق، عدى اسبوع وكل اللي اهتم 200 واحد بس. عم سعيد لسه مكلمني وقال ان التبرعات وصلت 10,000 جنيه. كده باقي 2,490,000. خساره تعبنا كله يروح على الفاضي. احنا محتاجين وسيله الناس تعرفنا بيها، اكبر قدر من الناس. تعالوا. في ايه يا زهره؟ فرحه لقت حل، الناس كلها تشوف الفلاير بتاعنا. تعالوا. عملتها فرحة. كنا عاوزين نتبع بانر كبير بس مش للدرجة دي. الدعاية كده هتوصل للناس كلها. صفحة الملجأ
وصلت 200,000 مشترك، 300,000، 400,000، الصفحة وصلت 500,000 مشترك. تفتكروا هنلحق نلم التبرعات؟ في تغيير واضح في طاقة الأرض، واثق إننا هنلحق. مصر كلها بتتكلم عن ملجأ الأمل، الموضوع بقى قضية رأي عام. كلنا شفنا في السما لوجو الملجأ، ولما بحثنا وصلنا لمجموعة من المصريين الجمال اللي تبرعوا بوقتهم ومجهودهم لإنقاذ دار الأيتام. معانا على الهوا نور من ملجأ الأمل، هيكلمنا عن المبادرة. أهلاً يا نور. أهلاً أستاذة نرمين. في الأول أحب أقول إن المجهود ده وراه ناس كتير جداً، أخص منهم بالذكر مس هايدي مشرفة الملجأ، رامي، فرحة، زهرة. كل الشكر ليهم يا نور. قولي التبرعات وصلت لكام؟ 500,000 جنيه. طب والمهلة هتنتهي امتى؟ بعد يومين للأسف. هتعملوا ايه في يومين يا نور؟ هنكثف الدعاية اكتر، هنحاول نوصل للمشاهير يدعمونا ويتكلموا عن قضيتنا. لحظة واحدة يا نور، في الكنترول روم بيقولولي ان محمد صلاح نشر تويت عن الملجأ. كابتن محمد صلاح معروف عنه حبه لعمل الخير لحظة واحدة كمان، الفنان خالد النبوي هو كمان نشر تويته. الله، الفنان محمد صبحي كمان، والفنان أمير كرارة. يا جماعة اللي بيحصل ده شيء عظيم جدا. أنا مش مصدق بجد، مش لاقي كلام أقوله. على فكرة جمعنا المبلغ المطلوب. مبروك يا نور، تستاهلوا كل خير. جمعنا لحد دلوقتي 5,000,000 وشوية، كده نقدر ندفع لنبيل بيه تمن الأرض، ويتبقى معانا مبلغ كبير نبني المبنى الجديد. مبنى فيه قاعة موسيقى كبيرة قوي، وقاعة رياضة، وكمان مسرح. وأكتر يا زهرة، أنا فرحانة قوي. وأنا فرحان إني لقيت الفريق اللي هيقدر يغير معايا مصير الأرض وينقذها من مستقبل مظلم. كلنا معاك يا رامي، نحمي أرضنا ونمنع الحزن والتعاسة وننشر الفرحة في الكون كله. وأنا كمان معاكم. Again.